السلام عليكم اصدقائي وصديقاتي، شنو احوالكم؟ لاباس؟ الصحه بخير؟ ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. البنات، جيتكم اليوم بمقترح خبز عربي بنين برشا بطريقه مزيانه وتطرى المكونات. نحبكم تدخلوا الفيديو وتتبعوه واحده واحده باش تكتشفوا المكونات اللي استعملتها في عجين الخبز. حاجه بنات تعمل 66 كيف هاك متراو فيها، كلم على اللي فيها والضرير ما شاء الله. وشوفوا التراوة اسفنجي على الاخر، مخملي حريري، حاصيلو البنات نودي كل نشهيك. توا باش نتوكل على بركة الله في تحضير الخبز متاعنا. هنا البنات من الاول خديت راس بصل كيما تراو كبير، قشرته وغسلته وبديت نبشر فيه بالماء بشرة كيما تراو، خاطر باش نستعمل الماء متاع البصل في عجينة الخبز، هذاك هو اللي باش يعطينا اكل نكهة البنينة في الخبز. كيما تراو لهنا البنات، كيما تراو لهنا البنات، هذا هو الماء اللي باش نستحقوه اللي باش ينكه الخبز متاعنا وتجي حاجه اللهم صل على النبي. لهنا البنات خديت مصفات وكاس صغير وبديت نصفي فك البصل من الماء متاعو، نعصر ديك اللحمه متاع البصل ونحط الماء في المصفات باش نتحصل على السائل متاع البصل اللي باش نعجنوا به الخبز متاعنا وننكهوا به الخبز. تو نوريه لكم البنات، هذا هو الماء اللي حشنا به اللي باش يعطينا كنكهه البنينه. تو البنات كاس نتاع الماء نتاع البصل هذاك ومعاه كاس ماء دافي، دفيته على النار شويه مش برشا. ولهنا خديت نصف ملعقه اكل ملح حسب الذوق الملح، لهنا زوز ملاعق اكل سكر وزوز اكياس بطبيعه الحال باش ناخذ خميره فوريه نتاع خبز. هيا الكيس يوزن 11 غرام، خاطر باش ناخو انا كيلو بين سميد وفارينة، وكل رطل عليه كيس خميرة، رطل الدقيق عليه كيس خميرة. بما انه باش ناخذو كيلو احنا ناخذو زوز اكياس خميرة. لهنا خلطت الملح والسكر وماء البصل والماء العادي الدافي والخميرة باش نخليها جانبا. توا ناخو بول كبيرة اللي باش نعجن فيها الدقيق، خديت نصف كيلو يعني رطل 500 غرام فارينة دقيق ابيض و500 غرام سميد ارطب، وهو كسميد رقيق ارطب. تو البنات هذوما، وسر ثاني باش تجي العجينه من داخل طريه الخبزه نتاعنا، خديت كيس بيكربونات الصودا، هذا سر اخر زاد البنات نودكم به بطبيعه الحال باش يجي الخبز نتاعكم من داخل طري ومن برا مقرمش بطبيعه الحال. تو نعرفوا باش ياخذ هكا القرمشه من برا. لهنا الخميره نتاعي بعد ما خمرتها جانبا البنات، ناخذها ونمزج بها هكا السميد والفارينه. صدقوني البنات هذا خبز من اروع ما يكون، وان شاء الله تجربوه وترحموا على والديه باذن الله، خاطر حاجه في قمه الروعه نودكم بها بمناسبه العيد الكبير. شويه خبز دياري مع كالمشوى والا سلطه المشويه، اللهم صل على النبي. طاو البنات باش نعجن السميد نتاعي باش نستعمل زاده خمائر طبيعيه اللي هي موجوده في البن، هاو كالبن الرايب نتاعنا، حاجه البنات في قمه الروعه بالنسبه للبن، خاطر فيها كالخمائر الطبيعيه كيما قلت لك، يزيد يعاون على تنفيج الخبز ويجيبه خفيف خفيف خفيف، ريشه قطني والملمس نتاعو يكون حريري وبنين برشا البنات، يعطيه بنه كبيره برشا. توا بطبيعة الحال باش نكمل نعجن السميد نتاعي باش نستعمل الماء الدافي، نضيف بشوية بشوية الماء الدافي، نتبع واحدة واحدة باش ما يغلبنيش، نضيفها هاكا بشوية بشوية للدقيق والفارينة ونلمهم بكف يدي ولا بالأصابع بشوية بشوية حتى كش نتحصل على العجين هذاك كيما تراو هاكا. لهنا باش نزيدو شوية ماء دافي. بالنسبه للماء الدافي البنات باش ما ياثرش على الخميره ويقتلها، خاطر هي دي بكتيري، يلزمك الاصابع نتاعك تتحمل السخانه نتاع الماء، ما تعملوش بارد والا سخون برشا يغلي، يلزم الذوذ نقولوا احنا متوسط، معناها تحطه في يدك تتحملها الحراره نتاعو. تو نكمل البنات نلمها كيما كيكه الدقيق نتاعي ونحطه جانبا يخمر الخمره الاولانيه، نغطي بك الكيس هذاك البلاستيكي ونلفه بفوطه المطبخ ونخليه يخمر. تو لهنا البنات كيما تراو بعد ما خمر هاكا وتضاعف حجمه بالكدا بالكدا ومعناه دخل فيه الغاز ولا خفيف، تو البنات باش نعجنوه عجنه باهيه ماكم تراو من الاول دوبا ما لميناه وكها، اما تو باش نعجنوه بالكدا بالكدا حتى كش يولي طري. وكان لهنا رناه البنات يستحق اضافه نتاع ماء، نضيفوا له شويه ماء.
نضيفوا الماء بشويه لبنات ونعجنوا واحده واحده حتى كشي يولي الملمس نتاع العجين مخملي وحريري وطري. تو في المرحله هذه البنات تذكروا البشر نتاع البصل، تو باش نضيفوه للخبز باش نزيدوا النكهه بالقداب ما تعمل بصل. وكان تروك التوابل هذيك والا الحبوب اللي استعملتها لتفويح زاد الخبز معروفه برشا عنا نستعملوها. متكونه الزراره هذيك البنات من البسباس اللي هو الشامر والا النافع في بعض البلدان يسميوه، حبه البركه اللي هي السنوج، حبه حلاوه والجلجلان اللي هو السمسم. نعجنوهم بالقدا بالقدا البنات لين تتجانس كميه البصل وكميه الزراره اللي هي فيها الخبز بالقدا بالقدا، وهاك متراو فيها العجينه كيفاش لينه، راهي ما تجيش معناها مكبوسه ويابسه برشا، تجي لينه كيما ترا فيها الملمس نتاعها بين اصابعي. توا في المرحله هذه البنات باش نضيفوا لها شويه زيت نباتي او زيت زيتونه كيف كيف، ما عندوش معناها حتى فرق، مجرد التبسيس وكها. توا ندمجوا اكا الزيت اللي زدناه هذاك محكار كاس نتاع تاي مع الخبز نتاعنا مع العجين حتى كشي يدخلوا في بعضهم يتجانسوا. من بعد البنات باش نبدا نشكل فيها في الاطباق. كيما تراو البنات طريقه سهله مبسطه اما تعطينا حاجه مزيانه برشا. لهنا قصيت جزء باش نبدا به هو الاولاني. لهنا ناكد نوري فيكم في الملمس نتاع العجينه معناها كيفاش طريه على الاخر، وهاكم تراو تو كي باش نلمها بك الباليت كيفاش هي طريه وخزر لها طريه على الاخر هاك. تو باش نمسح المكان اللي باش نحل فيه الخبز نتاعي، خديت طبق لهنا مستدير حطيت فيه نكته زيت وريتها لكم من اللوطه، تحط فيه نكته زيت وتبدا تشكل في الخبز نتاعك في الطبق. شوفوا البنات كيفاش يمشي معاك بسهوله على خاطر معجون بالقدا اولا وثانيا طري على خاطر طري. وتوا البنات الاضافه الوجهه اللي باش يعطيني هاك القرمشه كيما قلت لك، خاطر الخبز نتاعي من داخل حبيته طري ومن داخل مقرم ومن برا مقرمش، باش يجي مقرمش من برا بكرة القطيره نتاع الزيت هذيك. وحاجه اخرى فيما بعد تنوريها لكم. وتوا لهنا البنات باش نزيد شويه زراره ولا فاح نتاع الخبز ونزيد نضغط عليه بكف يدي كيما كيكا باش يدخل في وسط العجين. والحركة الأخيرة توا البنات بأطراف الأصابع كما تراو فيا توا باش نعمل ثقب ثقب في الخبز باش يجي فيه منظر مزيان وما ينفجش برشا، في بلاصة باش نثقبوه بالفرشيطة أو كنثر نعمل فيه ثقب بأطراف الأصابع، هي مش ثقب في الحقيقة ما حفر. توا هذه الثانية البنات بطبيعة الحال توا باش نحطو يخمر للمرة الثانية. حبيت نزيد نوريكم معناها خبيزه اخرى كيفاش نشكلها بعد ما حطيت قطيره زيت في الطبق نتاعي، حطيت الكميه نتاع العجين في وسط الطبق وبديت نحل فيها بكف يدي. توا كالعاده باش نزيد هكا قطيره الزيت اللي باش تعطيها الوجه المقرمش وشويه من نفاح الخبز اللي هو الزراره، ونخليهم يخمروا البنات للمره الثانيه على الاقل ربع ساعه من زمان. وكالعادة نعمل لك الحفر بأصاب الأطراف نتاع الأصابع. توا نلفهم البنات ببلاستيك غذائي ونخليهم يخمروا، نصيف ساعة من زمان ونحطوهم يطيبوا في الفور البنات على 200 درجة. الخبز ديما يطيب من الوجه ومن القفاه معناها الشواية تشعل من فوق ومن اللوطة النار نتاع الفور. هاو البنات لهنا بعد ما خمرت بالقدا بالقدا نحيت لها الكيس البلاستيك ووريتها لكم. ولهنا بعد ما طابت نص طياب البنات هذا المكون الاخير اللي باش نضيفه للوجه نتاع الخبز باش يعطيها اكل لمعه واللون الذهبي. بطبيعه الحال بعد ما ندهنوه بالحليب كيما تراو هذاك هو الحليب اللي باش يعطيه اللون الذهبي واكل لمعه من الفوق. نعاودوا نرجعوه للفور دقيقتين من زمان البنات ياخذ هذاك اللون الاحمر اللي تراو فيه هذاك. شوفوا ما شاء الله اللهم صل على النبي. تو البنات باش نمدها الخبيزه نتاعنا ونوريها لكم هكا عن قرب، نحبكم تراو اللون الاحمر المزيان. وتو تراو كي نضغط عليه هذا القفاه نتاعها البنات هذاك الوجه هكا، شوفوا شكلها مزيان، شوفوا التراوه اللي فيها البنات اخزر كي نضغط عليها ما شاء الله. اخزر كي نضغط عليها اسفنجيه طريه ما شاء الله، اما من برا وجهها مقرمش. طول البنات باش نقصها في اثنين معاكم ونوريها لكم من داخل
كيفاش معناها بفضل اكل البن تكون معناها فيها كالثقب نتاع الغاز، هذاك هو السر نتاع الخفه نتاع الخبز، معناها يجينا خفيف ريشه بفضل اكل البن هذاك اللي عجننا به. ناهيك على الريحه والبنه نتاعو بكامل بصل، شوفوا البنات الثقب هذيك نتاع الغازات بفضلك الخمائر الطبيعيه وريحته. اللهم صل على النبي بك البصل، مصلي على بمحمد. البنات لهنا تقريبا باش نكمل معاكم هذه الخبزه الثانيه، هي حاصيلو كملتهم الكل بنفس الاسلوب، وان شاء الله اللي يوصل معايا لهنا للفيديو ما ينسانيش في الاشتراك في القناه كان معناها زارني لاول مره، وبارك الله فيكم يرحم يديكم الناس الكل. وهذا هو خبز العيد ما شاء الله، اللهم صل على النبي نود كل نشهيك. نتمنى البنات تجربوها على طريقتي باذن الله تنال رضاكم وتعجبكم ويرحم والديكم بارك الله فيكم. ونعاود نعيد عليكم مره اخرى ان شاء الله، عيدكم مبروك وسنين دائما الناس الكل، والى اللقاء في الامان وبسلامه، وملتقانا ان شاء الله في فيديوهات اخرى عما قريب. وعاونوني عاده باللايك باش نواصل معاكم، خاطر انا ما نحبش ننقطع على قناتي بكل. في الامان وبسلامه.